هام جدا وعاجل بخصوص صرف معاشات شهر مايو 2020 وبخصوص صرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك انزل اشترك حالا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، مع مجموعة شيقة من الأخبار المهمة التي تخص جميع أصحاب المعاشات. من جريدة الموجز الخبر الأول وبعنوان اتحاد المهن الطبية يقرر صرف دفعة معاشات 15 مايو المقبل قبل موعده. يوم الجمعة 17 إبريل كتبت الأستاذة إيمان سعيد في جريدة الموجز، أعلن الدكتور محمد بدوي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية عن اتخاذ الاتحاد قرار بصرف دفعة معاشات مايو المستحقة بتاريخ 15 مايو 2020 عن شهور إبريل ومايو ويونيو نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحلول أعياد القيامة المجيدة وشهر رمضان المعظم. وأوضح بدوي في بيان إن المعاشات أصبحت متاحة بحسابات الأعضاء المستحقين بالنقابة الأربعة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين بداية من أمس يوم الخميس 16 إبريل 2020. من ناحية أخرى كان قد أعلن اتحاد نقابة المهن الطبية صرف مبلغ 20,000 جنيه من اتحاد نقابة المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين لمن يصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بشرط أن يكون ممارس للمهنة داخل مصر ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل. كما تقرر أيضا صرف مبلغ 50,000 جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الذي يستشهد بسبب عدوى فيروس كورونا بشرط أن يكون ممارس المهنة داخل مصر. ده كان مجمل الخبر الأول اللي خاص بنقابة المهن الطبية. أيضا خبر آخر بخصوص معاش تكافل وكرامة. احنا مشينا في كل المعاشات بالتفاصيل، معاش تكافل وكرامة، وبعد كده نتكلم في الضمان، وبعد كده نتكلم عن موعد صرف المعاشات مايو 2020 للجميع ان شاء الله. بس خلينا ناخد خبر خبر. الخبر اللي بعد كده بعنوان التضامن تبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم السبت والحد، من جريدة فيتو كتب الأستاذ محمد بودا. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المعاشات لمستفيدي كرامة يوم السبت والحد 18 و19 إبريل الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من 1,000,000 مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة إجمالية 482 مليون جنيه، وبعدها يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذي يبلغ عددهم حوالي 1,000,000 أسرة بإجمالي 903 مليون. كمان معانا خبر آخر من جريدة الموجز نيوز أو الزمان نيوز. الخبر بعنوان بنك ناصر الاجتماعي يبدأ تفعيل خدمة فوري لصرف المعاشات والمرتبات. تفاصيل الخبر، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تفعيل خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ فوري، وصرحت السيدة نيفين القبهج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إنه في ضوء الظروف الراهنة تقرر تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى البنوك ومن خلال منافذ شركة فوري، بما يسهم في تخفيف الازدحام داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد والمساعدة في التيسير على المواطنين. وأشارت القباج إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 2,000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منفذ فوري بلس.
وفي ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك على حرص البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك. لذلك تم التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات والخدمات المالية، مشيرا أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل منهم المعاشات والمرتبات. وعن كيفية صرف العميل من خلال منافس فوري، أوضح فاروق أن العميل يتوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الاي تي ام الخاص به، ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب، ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة. ومن جانب آخر، أعربت هبة العوضي رئيس الشركة الحكومية أو رئيس القطاع الحكومي والبنكي بشركة فوري عن سعادتها لتفعيل الخدمة التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطن خصوصا كبار السن في صرف المعاشات دون عناء أو الوقوف في الطوابير، وأضافت إن هدف شركة فوري الدائم هو تسهيل حياة المواطن ومساعدة الدولة في تنفيذ خطة الشمول المالي. أما فوري فهي الشركة الرائدة في التحويل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وتخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريا مع أكثر من 2 مليون و750 ألف معاملة يوميا، بل أكثر من 500 خدمة، بما ذلك فواتير الاتصالات والتذاكر والسياحة والمدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق والتأمين ورسوم المدارس والجامعات والتبرعات والمدفوعات المالية والبنوك والاشتراكات والإعلانات وتجديد رخص السيارات من خلال شبكة تضم أكثر من 33 بنك رئيسي وأكثر من 141 ألف منفذ بيع يعتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك والشركات المحمول، بالإضافة إلى منافس فوري بلس على مستوى الجمهورية، وكذلك ماي فوري البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها. ده كان الخبر الخاص ببنك ناصر الاجتماعي. معنا خبر أخير وهو بعنوان نقابة التطبيقيين إجراءات احترازية أثناء صرف المعاشات لمنع عدوى فيروس كورونا في مصر. التفاصيل: أكدت النقابة العامة لنقابة التطبيقيين التزام أعضائها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتنظيمية وفقا لما أعلنته وزارة الصحة لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أثناء صرف دفعة المعاشات بمقر النقابة العامة للتطبيقيين للأعضاء المستحقين، مشير إلى أن النقابة بدأت منذ استئنافها العمل في إجراءات عمليات فحص والكشف على أعضاء هيئة المكتب والعاملين والمترددين على مبنى النقابة، وكذلك تعقيم المبنى كاملة. كما أوضحت نقابة التطبيقيين أنها بدأت في صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين لدفعة إبريل 2020 والتي تستمر يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 6 عصرا طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية. كان المهندس رمضان هلال نقيب التطبيقيين ببورسعيد أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين إن النقابة قررت البدء في صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين على مستوى الجمهورية يوم الاثنين 20 إبريل 2020، مشير إلى أن النقابة ستعلن عن جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش لمنع التكدس والازدحام حرصا على صحة وحياة الأعضاء وفقا للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأوضح هلال إن النقابة بدأت في استئناف عملها بداية من الأسبوع الجاري، وتم تحديد مواعيد استقبال الأعضاء على أن تكون طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 عصرا خلال الفترة الحالية، وحتى إشعار آخر
بالنسبة لمواعيد حظر التجوال التي حددتها الحكومة، كان الدكتور زكريا حشاد نقيب عام التطبيقيين قد قال إنه تماشيا مع سياسات الدولة في زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين وكذلك فروع النقابة بالمحافظات ابتداية من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل الجاري، على أن يتم استئناف العمل ابتداية من يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020. أتمنى أن يكون عجبكم الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش اشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.